السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايز اضيف الريسورس، فهاجي هنا من الفيو واقول له اد كولوم واروح للريسورس، فبلاقي ان انا اقدر اضيف انواع كتيرة جدا من الريسورس. هقول له فورت اكشوال ورك كوانتيتي وهكذا، فاقول له انا عايز اضيف خانة للريسورس واقول له كلوز، وعايز اضيف الوكيت allocations اقول له allocation. دلوقتي بقى عايز اضيف الريسورس للتاسكات بتاعتي، فهاجي هنا في المشروع بتاعي وهقول له ان انا عايز الريسورس سايت ريسورس، وابدا احط الريسورس بتاعتي هنا، فيبدا يظهر معايا هنا اهوت. بالشكل دوت وهكذا، ممكن تضيف اكتر من حاجة لنفس التاسك بالشكل دوت. ولو دوست على التاسك مرتين هيجي لك هنا allocations، تقدر تحط مثلا تقول له بدل الاتنين دي مثلا خليها خمسة، وخلينا نقول له close، وخلينا هنا من ال view هقول له انا عايز new histogram اهوت، واقول له انا عايز هنا اشوف الحاجات الخاصة بيه، مثلا ممكن تخليها كوست، ممكن تخليها سايت ريسورس مثلا. طيب السايت ريسورس هيقولك بقى انت عايز تشوف انهي حاجة، allocation to date بالشكل دوت. خلي بالك ان انت لما هتغير هنا هيتغير في الشكل اللي تحت دوت، يعني الخمسة دي خلينا نخليها مثلا واحد، واقول له close، ودي خليها واحد، اقول له كلوز، هتلاقيها اتغيرت معاك. طيب خلينا نيجي هنا، التاسك ديت ما فيهاش حاجه لسه. طيب خلينا نضيف مثلا، هتلاقي الشكل اتغير اوتوماتيك. تقدر تضيف اي ريسورس وتقدر تعدل في البيانات اللي موجوده جواه. خلينا نضرب الرقم شويه، خليها مثلا تسعة، فتلاقي الشكل البياني بتاعي اتغير، وده بيبقى مناسب ان انت تعرف التكلفة بتاعة المشروع، الريسورس بتاعة المشروع وهكذا.